2,000 years later. Hi! I miss you guys so much. حبي مشتاقت لكم. وأنا أدري أن الكومنتس كلهم راح يكونون كلكم راح تزفوني بالكومنتات لأن أنا ما قاعد أصور لأن أنا صورت بس فيديوين بعدين سحبت ما قمت أصور بس يا جماعة أنا ما سحبت. هذا الفيديو راح يكون فلوج بس أكثر من فلوج بفلوج واحد. قبل لا نبلش هالفيديو حبيت أتكلم لكم عن شيء جدا حلو شيء أنا هابة فيه هالفترة فقلت بما أن هالشيء عجبني أكيد بيعجب وايد ناس غيري. أبليكيشن بيتو كلمتكم عنه في السناب شات وكلمتكم عنه مرة في الإنستغرام فقلت لازم أكلمكم عنه باليوتيوب مع هالفيديو اللي راح ينزل بعده طبعا. أبليكيشن بيتو تقدرون تسوون فيه أكثر من شغلة. أنا قادرة أتواصل معاكم، قادرة أقرأ كومنتاتكم بسهولة، قاعدة أرد عليكم، قاعدة أخذ رأيكم، قاعدة أستشيركم. إنزين رهف شنو ممكن نسوي في أبليكيشن بيتو؟ أبليكيشن بيتو راح تحصلون فيه وايد مواضيع. يعني إذا ما عندكم سالفة تقدرون دشون وتسولفون عن أي موضوع مثلاً أنتم حاسين إن ودكم تسولفون عنه في سياسة، في رياضة، في كل شيء، كل المواضيع اللي ودكم تنطرح. او انتم تطرحونها راح تكون موجوده في ابلكيشن بيتو. هذا شيء جدا حلو في هذا الابلكيشن. استعماله جدا سهل. الابلكيشن من داخل وايد واضح ما يبي له ولا شيء. طريقه تسجيل الدخول ما يبي لها ولا شيء نهائيا. وانتم تسوون تسجيل دخول او انتم تسوون لكم اكونت راح تحتاجون كود. هذا الكود راح احطه لكم على الشاشه هني عشان تقدرون تسوون اكونت وانتم الحين قاعد تشوفون الفيديو. اهم شيء انكم تنزلون الابلكيشن راح يكون اسمه موجود بعد بالفيديو ابلكيشن بيتو. لا تنسوا انكم تنزلونه وراح احط لكم هم اكونتي في ابلكيشن بيتو بحط لكم لينك اكونتي تحت بالفيديو عشان الكل يضيفني وتعالوا هناك لان انا جدا متفاعله في ابلكيشن بيتو. وبس والله اتمنى اكون فتكم كل المعلومات عن هذا الابلكيشن. مجرد ما انكم تنزلون الابلكيشن راح تفهمونه اكثر لانه مثل ما قلت لكم واضح وصريح. طبعا يا جماعه اي نعم انا اختفيت بس انا ما اختفيت لان انا ابي اختفي. انا بلشت سالفه اليوتيوب على اساس ان انا راح اكون فاضيه على الاقل حق اول شهر اثبت وجودي بساحه اليوتيوب اثبت وجودي لكم. بس للاسف فجاه صار كل هذا ميكس مع بدايه تصوير مسلسل امر خلاء. اي نعم بلشنا تصوير مسلسل امر خلاء ولما ينزل هالفيديو اصلا راح نكون قاعد اصور ستيل. اتوقع الكل شاف من السنابات اللي انا قاعده انزلها ان احنا مبلشين تصوير امر خلاء. الحمد لله التصوير جدا حلو جدا ممتع ان احنا نرد نعيش اجواء اول سيزن ونكمل الحين سيزن 2 ان نشوف بعض كل يوم هذا كله جدا ممتع. بس يا جماعه اللي ما راح تقدرون تفهمونه ان انا جدا قاعده اواجه صعوبه في ترتيب يومي عشان كذي انا كلش ما عندي وقت حق تصوير فيديو اليوتيوب او اي فيديو. حتى اعلاناتي شويه قاعد تصير صعبه علي هالفتره. وطبعا فوق كل هذا الاونلاين انا جدا احاتي دراستي هالفتره ان انا اخر سنه انا ب 12 جريد 12 يعني انا اتخرج هالسنه ان شاء الله. سواء كانت اونلاين ولا مو اونلاين انا ملزوم علينا انا اركز هالسنه لان هذه سنتي انا عشان اتخرج عشان اضمن مستقبلي لقدام. فقاعده احاول اعطي دراستي حقها وشغلي حقه وانا ادري ان اليوتيوب لازم يكون يعني من شغلي بس انا قاعده احاول شوي اخفف على نفسي. فانا ادري ان كلكم ما راح تزعلون مني بس انه راح تشيلون علي شوي. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها. واكيد راح تتفهمون الوضع انا ادري فيكم. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب اي شيء انا قاعده اتعب عشان اسويه هالفتره يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. خلوكم مع الفيديو عشان تفهمون شنو قصه هالفيديو شنو صار معاي بالشهر اللي طاف او بالشهرين اللي طافوا. المهم خليكم مع الفيديو عشان تفهموا ايش صار. عيد ميلادي اللي كان شهر 2 جدا 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 استانست. كان بسيط كان حلو. عشت هذا اليوم من اوله لاخره مع ناس انا احبهم واعزهم. بنروح المكان بس ما راح اقول لكم المكان وين لانه مكان سري فنظر نقول لكم. زين يا جماعه الحين وصلنا المكان والحين قاعد نجهز الاخراج. رهب تحت ما تعرف ان احنا فوق فان شاء الله يضبط وان شاء الله تستانس. بعد شوي راح نوريكم شو ردة فعلها لما تصعد فوق وانا راح اموت ضحك لو بجت.
بطل؟ ايه كيف مش موتي شلو يا بطل؟ Thousand years later. Thank you so much. Great to you. Happy birthday. الكليب الجديد اللي ان شاء الله راح ينزل ترى لحين ما نزل وانا قاعد اصور فيديو لحين ما نزل فما ادري راح يكون نازل لما ينزل الفيديو ولا لا بس ان شاء الله اذا نازل راح اقول لكم واذا مو نازل هم راح اقول لكم بنبلش مخرج يلا هاي اجين سو انا تمكياجت الحين الساعه سو تمكياجت والمفروض ان انا اكون هناك الحين بس انا الحين مو هناك سو الحين بقوم ابدل يلا خليكم على الفيديو اكثر واحد قاهرني بالدنيا هالكائن طول ما انا متمكيجة هو نايم I just can't imagine how you could be عادي ودي عادي اوريهم اللوكيشن عادي ودي عادي اوريهم اللوكيشن ايه Guys, got your phone? Nothing. ليش زوم؟ احس ليش وايد زوم؟ احس خشمي كبير. المخرج معصب يبينا بسرعه نمشي فاحنا قال لازم عجل وانت وايد يلا. ارفع شوي الكاميرا. راعي. تعال هني. واحد. تعال يا اقوى ممثله بالدنيا. ممكن هذا ينخر هذا راح ينخر يلا شكله بيعطيني
قرطة. طالع الكاميرا الحين مره ثانيه. والحين أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الفيديو. مفروض يقولون نهاية الحلقة بس نهاية الفيديو. شوفوا أنا أعترف إن الفيديو كان مرتب بس على الأقل حاولت أعوضكم عن اختفائي في الفترة السابقة. حطيت لكم أشياء أنا كنت مجهزتها حق اليوتيوب بس ما قدرت أحطها. فهذا الفيديو جمع كل الأشياء اللي كنت أبي أحط لكم إياها. المومنتس الحلوة اللي صارت بحياتي هالشهرين أو هالشهر. ألف الحمد لله على الناس اللي بحياتي وعلى ربعي وأصدقائي أهلي أمي خواتي. الحمد لله ألف الحمد لله عليكم. وطبعاً ألف الحمد لله عليكم أنتوا متابعيني وخواتي وإخواني. أحبكم وايد. ما أدري في صوت دراما بس إنها صد 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 في وايد مومنتس حلوة وسعيدة صارت بهالفيديو. وطبعا الشيء الاكيد ان انا اكيد راح اكون سعيده وانا قاعده اسوي ادت حق هالفيديو. وان شاء الله يا رب راح احاول كثر ما اقدر ارتب لكم جدول حق اليوتيوب عشان هم انتوا اعطيكم حقكم. وادعوا لنا يا رب الله يوفقنا في عملنا امر خلقته. وان شاء الله العمل راح يعجبكم وراح تحبونه وايد بشويه وراح تضحكون وراح تغيرون جو. الفيديو هذا كان خفيف لطيف حلو. مثل ما قلت لكم جمعت فيه اكثر من شغله. وان شاء الله يا رب يعجبكم. الفيديوهات الجايه راح تكون افكارها حلوه راح تكون مرتبه اكثر من هالفيديو. بس حبيت اعوضكم في هالفيديو وحبيت اكلمكم واتواصل معاكم واشوف تفاعلكم راح يكون نفسه ولا لا. وبس والله احبكم وايد. باي.